مساء الخير عليكم، تحياتي ليكم جميعا. عايزة ابتدي كلامي معاكم النهاردة بتوجيه خالص عزائي لأسرة محمد مرسي رحمه الله ولزوجته مدام نجلاء في وفاة ابنهم الصغير عبد الله. مش عايزة اتكلم في تفاصيل الوفاة، ولكن مجرد بس توثيق الحدث وتوجيه العزاء. تم دفنه في ساعات متأخرة من مساء أمس، والحمد لله حضر أخوه أسامة اللي هو كان معتقل، خرج وحضر الجنازة وحضر الدفن. بعد كده عايزة أتكلم معاكم عن ردود أفعال الناس عن الوفاة. يعني إحنا وصلنا لمرحلة إن بتشكيك كامل في الطب الشرعي، في تحقيقات النيابة، تشكيك في الوفاة نفسها. إن خلاص بقى كل دلوقتي بيقول إن النظام بيحتاج دايما لإحداث أو افتعال أزمات أو مصائب علشان يا إما يعمل حاجات في الخفاء أو علشان يتخلص من إحراج أو جريمة أو الموقف اللي احنا فيه ان محمد علي مازال الى الان الفنان اللي موجود دلوقتي في اسبانيا عمل 4 فيديوهات الى الان، ده الفيديو الرابع، وفي المقابل مفيش اي رد من المؤسسة العسكرية او القوات المسلحة. مازال محمد علي عمال يطلع فيديوهات وبيفضح الدنيا وبينشر حقائق انا شخصيا اعرفها على علمي بيها ومتأكدة ان الكلام اللي بيقوله صحيح، لكن في ناس كتيرة جدا بسيطة جدا بعيدة عن المجال ما تعرفش عن الكلام ده حاجة، ودلوقتي بتتفضح المؤسسة العسكرية او مش المؤسسة العسكرية، فساد سلوك بعض اشخاص داخل المؤسسة العسكرية، داخل الهيئة الهندسية والادارة العامة للمنظومة بتاعة الانشاءات والمعمار والمقاولين والمستحقات والفساد، فساد فساد وسرقة وميزانية عالية جدا خارج الرقابة، وأعمال بتتم في يعني حاجات خاصة، مشاريع بتتم بشكل خاص، مناقصات بيخشوها وما بتدفعش لا ضرائب ولا تأمينات. موضوع الكلام في ميزانية الجيش والكلام ده يعني خلاص حاجة ما حدش بيتكلم فيها، لكن خليني أتكلم بس بحاجة فردية اللي هي الكلام اللي بيقوله محمد علي لازم إن يكون في رد عليه. لمصلحة مين؟ إن إحنا يعني اتحطت الجيش والمؤسسة العسكرية في موقف إن هي بقت بتهان. لمصلحة مين؟ بقت الناس كلها بتتكلم على الأفراد بالأسامي، هو ذكرهم فسدهم وإن هم أكلوا عليه فلوسه وإن هم خربوا بيته، وبيقول تفاصيل يعني مستحيل إنكارها، لكن لازم يكون في رد. ما هو إحنا كلنا مستنيين يتقولوا الراجل ده كذاب، له فلوس وهتجيله، له مستحقات وهترجع له، أو اللي بيقوله ده غلط، ورد يكون مقنع. ما ينفعش إن إحنا نتكلم نقول لا ده إخوان، لا ده عميل، لا ده مدفوع، لا دي في طيارة خاصة اتبعتت له. الكلام ده كله ما ينفعش يتقال، لأنه حقيقي ما بقاش خلاص إحنا مش عيال صغيرين. يعني الشعب حصل له فطام وبقى بيفهم حاجات بصراحة ما كناش بنتطرق لها قبل كده. ده غير ان احنا فاضيين، يعني الناس دلوقتي ما بقاش فيه الفارم، احنا مش الصين بقى اللي احنا عمالين ليل ونهار بنشتغل وفي معدلات انتاج عالية وتصدير وطحن، ناس ما عندهاش وقت تتفرج على السوشيال ميديا. لا ده احنا فاضيين قوي قوي قوي، وناس ما وراهاش حاجة مهما تطحنوهم في الغلاء وفي الاسعار، لكن ناس ما وراهاش حاجة، فقاعدة بقى بتشوف السوشيال ميديا وبتتفرج على الفيديوهات وقاعدين بيتفرجوا. إذن فبالتالي لازم يكون في رد، لازم يكون في رد. ما ينفعش تجاهل الكلام اللي هو قاله والتعامل معاه كده كأنه مش فارق معانا، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. سائق التوك توك لو تفتكروه طلع من كام سنة مع الليسي وبرضو قال كلام كتير عن المؤسسة العسكرية وعن القوات المسلحة، اتكلم كتير 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 والدنيا هاجت ليه، لأنه اتكلم بلغة الشارع البسيطة، وبعد كده الموضوع زي ما طلع زي ما هدا تاني. واحنا برضو دلوقتي مع محمد علي واحد بيتكلم بلغة الناس الشارع وبيقول انا
فلوسي كذا، وبيفضح طبعا حاجات غلط وفلوس اهدار لاموال عامه. دي جريمه كبيره قوي ان الشعب في هذه الحاله من يعني قطاع كبير قوي بيعانوا من الفقر، واحنا عمالين يعني يقول لك 5 فلل وتحتيها 5 انفاق، وبعد كده في بقى قصر كبير هناك هو ده بتاع الرئيس، لا وبعد ما اشتغلنا فيه هنسيب ده وروح نعمل حاجه تانية اسمها الكيان. يعني الراجل بيقول كلام خطير، والكلام ده لازم يكون فيه رد عليه، والرد ده مش كمان بيقول لك يعني موضوع هيقتلوني وهيهددوني وهيفضحوني. الكلام ده بيسيء للدولة وبيهز ثقة الناس في الدولة. يعني ما خلاص اوريدي دلوقتي بعد الحادثة بتاعت رجيمي والتخبط اللي حصل فيها، واللي في الاخر يطلع ان هو لا اتقتل، واتقتل عن طريق مؤسسة تابعة للدولة، فأصبحت الناس ما عندهاش ثقة. ما هو كله دلوقتي بيقول لك يعني أي حاجة تطلع هم اللي عملوها، النظام اللي عملها. عايز أفهم لمصلحة مين؟ لمصلحة مين إن إحنا هيبقى طول الوقت في تشكيك في مؤسسات الدولة؟ يعني أنت اللي بيحكمك مش واثق فيه، إحنا إيه اللي يخلينا أصلاً نعرض الجيش والمؤسسة العسكرية ومكانتهم عندنا، نعرضهم لموقف زي ده، إن واحد يطلع ويقعد يشتم عليهم ويتكلم عليهم؟ إيه دخل إقحام الجيش والهيئة الهندسية في مشاريع ومقاولين؟ الموضوع خارج نطاق السيطرة، ولو في سيستم كله ماشي عليه ما كناش وصلنا للمرحلة دي، ان حد يطلع يتكلم ويوصل لمرحلة ان هو يبقى مستبيع وبيقعد وبيشتم. بيشتم مين؟ احنا اتنقلنا كمان لستيج تانية اعلى في التهجم على رئيس الدولة. عاجبك مش عاجبك هو رئيس الدولة، لكن التهجم عليه وشتمته بشكل شخصي وذكر زوجته واهانتها، وبعدين الراجل بيقول حقائق، يعني بيقول كمية فلوس حصل هدر في اموال عامة، حاجة طبعا يعني ما ينفعش حد يسكت عليها ولا ينفع ان احنا نتجاهلها. فالحقيقة لازم يكون في رد، احنا كلنا مهتمين بالكلام اللي هو قاله، كلنا سمعناه ومستنيين رد على كلامه. والسكوت ده معناه ايه؟ معناه اخبطوا راسكم في الحيط. اهو احنا كده، يعني السكوت على الكلام ده بيأكد ان ده حقيقي، الكلام اللي بيقوله حقيقي، واحنا نسكت عليه وخليه يتكلم وخليه يشتم، واللي عندكم اعملوه. ده معناه كده ال 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 القافلة هتسير، واحنا كلنا يعني ما عندناش حل تاني، القافلة هتسير وهتمشي في نفس المسار، واحنا بالنسبة لهم الكلاب التي تعوي. ولكن لا، ده كده من ناحية تانية، لو ما ردناش على الادعاءات دي او الكلام اللي هو بيقولها، انت بتهز النظام، بتهز ثقة الناس في مؤسسات الدولة الكبيرة، وده مش من مصلحة حد انك تتخلي الناس تتطول على المؤسسة العسكرية. ده مش من مصلحته ومحدش قبله. ليه؟ لان كل واحد يعني كل واحد فينا في اسرته فيه ضباط جيش وفيه ضباط في كل مؤسسات الجيش، يعني كل واحد فيه عنده ضباط في باي شكل من الاشكال. فانت لما بتتطول على حد يعني خلاص رده، اذا كان هو غلطان احنا عايزين رد، عايزين رد مفند كده، 1 2 3، الراجل ده له كام وعليه كام وهياخدهم ازاي، والناس دي اللي هو قال عليهم يتم التحقيق معاهم، والدنيا نقط تتحط على الحروف. لكن واحد يطلع بيهز الجيش، طب اللي هو قاله انا عارفاه، لكن في ناس بسيطة جدا ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده، بالنسبة لهم ده كلام صادم ورافضين حتى ان هم يسمعوا ولا يصدقوه، لكن بيتبقى في جواهم احساس بعدم الثقة. وبعدين يعني بصراحة خلاص، يعني لما احنا بنسمع الكلام ده انت اوريدي من جواك متضايق، كل ما تسمع ان في اسرة او استراحة او الكلام ده يعني بتحس شوية بعدم الارتياح. لكن لما يطلع واحد يقول لك الكلام اللي انت حاسس بيه بيطلع يقوله، يعني ان منين احنا فقراء قوي، ومنين احنا بنعمل كذا 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 كذا، وايه الفلوس دي وايه البعزقة دي وايه الحاجات اللي خارج الرقابة دي كلها. فطبعا الكلام ده كله محتاج رد، ورد واضح والنقطة تتحط على الحروف، والراجل ده اذا كان له فلوس ياخدها، وحتة ان هيقتلوني هيقتلوني ده كلام طبعا يعني بيهز ثقة الناس وبيرعب الناس تجاه النظام. هو ده اللي انتوا عايزينه، ان الناس تبثه في قلبهم بدل ما يبقى فيه اطمئنان وفي ثقة وفي احترام وحب. هو ده اللي احنا كنا بنسعى اليه، بقينا خلاص يعني بقى بالطريقة دي اللي هو طريقة يعني ان كل واحد بيبقى رعب وعدم احساس بالامان، وان واحد فلوسه تتسرق او يتقتل او حد من عنده يتعرض لانتهاك سمعته او شرفه او كرامته.
يعني ايه اللي وصلنا للوضع ده؟ حقيقي وضع مؤسف مؤسف. يعني احنا وصلنا لمرحلة ان محمد مرسي مات شككنا فيه، ابنه مات شككنا فيه، كل حاجة بتتعمل علشان بتبقى تداري بيها حاجة، حتى لدرجة ان احنا وصلنا ان لما بيتم افراج عن بعض المعتقلين يعني بقينا عندنا احساس يبقى هيحصل حاجة، يبقى بيداروا على حاجة، يبقى في حاجة هتحصل. هو ده الاحساس اللي طول الوقت وصل لنا، وده مش حاجة كويسة وده مش حاجة ظريفة. لمصلحة مين؟ لمصلحة مين ان يطلع واحد بتدخل الجيش والمؤسسة العسكرية في مشاريع، ويجي واحد يقعد يشتم يشتم يشتم؟ طب وبعدين احنا استفدنا ايه؟ انت بتهز كيان مؤسسة العسكرية بس، ومين المستفيد من ده؟ هقولكوا ايه، هننتظر الرد وهنشوف. انا اعتذر طبعا اذا كنت انفعلت، لكن حقيقي انا متضايقة جدا من الكلام اللي هو قاله، واللي مضايقني اكتر اذا كان هو واحد له حق، اللي مضايقني اكتر ان مفيش رد على كلامه، مفيش رد. الصمت ده حقيقي مستفز بجد بصراحة، انا مضايقني مضايقني. يعني اطلعوا قولوا حاجة يا جماعة، الراجل عمال يفتح في اوراق ويفتح في ملفات، الا اذا كان بقى مسنود، الا اذا كان هو واخد كارت بلانش ان هو اعمل اللي انت عايزه واتكلم زي ما انت عايز، واهو اخبطوا راسكوا في الحيط كده. اذا كانت كده خلاص، ما هو احنا ما فيش حاجة بإيدنا ان احنا نعملها، بس هقول ايه يعني، هنشوف مع بعض هنوصل لايه مع محمد علي. وتحياتي ليكم، ويا رب الخير لمصر، ويعني يا رب البلد تقف على رجليها، وهنشوف هنوصل لإيه نتيجة الفيديوهات اللي عمالة تنزل. وبحييكم كلكم، تحياتي ليكم جميعا، وأشوفكم تاني في فيديو تاني على خير يا رب.